ما معنى مستوى سطح البحر؟ هل فكرت يوماً في معنى مستوى سطح البحر الذي كنت تراه كثيراً أثناء دراستك لمادة الجغرافيا؟ هل توقفت يوماً لتتساءل عن معنى أن جبلاً ما يبلغ ارتفاعه 8000 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر؟ إذا أردت أن تعرف، فهيا بنا في هذه الجولة السريعة عن معنى مستوى سطح البحر التي ستغير ما تعرفه تماماً عن هذا المفهوم. بداية، ربما كنت تعتقد أن مفهوم مستوى سطح البحر مفهوم سهل، وأن كل ما عليك حين تريد قياس ارتفاع جبل ما مقارنة بمستوى سطح البحر أن ترسم خطاً مستقيماً كهذا عبر متوسط ارتفاع المحيطات. ربما كان هذا الاعتقاد صحيحاً لو كانت الأرض مسطحة، أما لو كانت الأرض كروية كما زلت تعتقد، لكنا قد اكتفينا بقياس متوسط المسافة من مركز الأرض إلى سطح المحيط. لكن الحقيقة أن الأرض ليست مسطحة وليست كروية، فهي منبعجة عند خط الاستواء، فالأرض تدور، ولذا فإن الأجزاء القريبة من خط الاستواء تتمدد بفعل عوامل طاردة وينضغط القطبان قليلاً، فالأرض ليست كروية، حتى إن قطرها عند خط الاستواء أكبر من قطرها عند القطبين بحوالي 42 كيلو متراً. هذا يعني أنك لو ظننت أن الأرض كروية الشكل وحددت مستوى سطح البحر من خلال الوقوف على الجليد البحري في القطب الشمالي، فإن سطح المحيط عند خط الاستواء سيكون 21 كيلو متراً فوق مستوى سطح البحر. وهذا الانبعاج هو أيضاً السبب الذي جعل بركان تشيمبورازو في الإكوادور وليس جبل إيفرست هو أبعد قمة عن مركز الأرض فعلياً. إذن كيف نعرف مستوى سطح البحر؟ سأشرح لك. يبقى الماء على الأرض بفعل الجاذبية، ومن ثم يمكن تمثيل الأرض ككرة دوارة مسطحة وممددة. وبعد ذلك نحسب الارتفاع الذي من الممكن أن تستقر عنده المحيطات عندما تشدها الجاذبية إلى سطح مجسم القطع الناقص ذاك، إلا أن باطن الأرض ليس متساوي الكثافة في كل الأماكن، وهذا يعني أن الجاذبية تكون أقوى أو أضعف إلى حد ما في المناطق المختلفة حول الكرة الأرضية، وأن مياه المحيطات عادة يزداد تجمعها بالقرب من المناطق الكثيفة. وهذه أيضاً ليست تغيرات صغيرة، فمستوى سطح البحر يمكن أن يختلف بمعدل يصل إلى 100 متر عن مجسم القطع الناقص المنتظم، وذلك حسب كثافة الأرض أسفل منه. وفوق ذلك، بالمعنى الحرفي للكلمة، توجد تلك الأشياء المزعجة المسماة بالقارات التي تتحرك على سطح الأرض. هذه الكتل الصخرية الكثيفة تبرز من مجسم القطع الناقص وتجذب كتلتها المحيطات نحوها بفعل الجاذبية، في حين تكون كتلة الوديان في قاع المحيطات أقل، وتتدفق المحيطات بمستوى أكثر ضحالة. وهذا هو اللغز الحقيقي، لأن وجود الجبل والقارة التي يستقر الجبل عليها يغير في حد ذاته من مستوى سطح البحر، فقوة جاذبية اليابسة تجتذب مزيداً من المياه بالقرب منها، مما يرفع مستوى البحر فيما حولها. إذن لكي نحدد ارتفاع الجبل فوق مستوى سطح البحر، فهل ينبغي أن نستخدم الارتفاع المفترض للبحر لو لم يكن الجبل موجوداً من الأساس؟ أن نستخدم الارتفاع المتوقع للبحر لو لم يكن الجبل موجوداً لكن جاذبيته موجودة؟ قرر علماء الجيوديسيا، والجيوديسيا علم شكل الأرض ومساحتها، قرروا أنه يجب فعلاً تحديد مستوى سطح البحر باستخدام قوة الجاذبية، ولذلك تولوا مهمة إعداد نموذج مفصل إلى حد مذهل يوضح مجال جاذبية الأرض، وأطلقوا عليه اسماً مبتكراً هو نموذج الجاذبية الأرضية. وهذا النموذج مدمج في أحدث أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي، كي لا يخبرك الجهاز بأنك على مستوى 100 متر تحت سطح البحر عندما تكون جالساً على الشاطئ في سريلانكا حيث تكون الجاذبية ضعيفة. وهذا النموذج سمح لعلماء الجيوديسيا أنفسهم بالتنبؤ بمتوسط مستوى المحيطات في كل مكان على الأرض بنسبة خطأ لا تزيد عن المتر، ولهذا السبب نستخدمه أيضاً في تحديد المستوى الذي سيكون عليه سطح البحر أسفل الجبال إذا لم تكن الجبال موجودة لكن جاذبيتها موجودة.